السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد سامي. حلقة النهاردة عن الكرسي الخلفي للموتوسيكل البنيلي تي ان تي. الموتوسيكل البنيلي تي ان تي 150 وال 250 اساسا ما بيكونش فيه شبكة خلفية، بيكون فيه قبضتين زي القبضتين اللي احنا شايفينهم دول، يعني القبضتين دول بيكونوا راكبين في المكان ده هنا كده. طيب اغلبية الناس جابت الموتوسيكل ده تشتغل بيه، طبعا كانت بتقابلهم مشكلة كبيرة جدا ان مفيش شبكة خلفية في الموتوسيكل ده. الناس اللي كانت بتشتغل بالموتوسيكل ده كانت دي مشكلة اساسية عندهم. طبعا انا شفت حد كان من الجزائر، عندهم في الجزائر بنيلي تي ان تي، وكان مركب شبكة خلفية زي ديت. الراجل ده متابع عند على القناة، تواصلت معاه وعرفت ان هو جايب الشبكه دي منين. الشبكه دي مستورده، الشبكه ديت شبكه قويه جدا. شايفين الشبكه؟ شايفين الشبكه؟ انا بتك على المكنه جامد اهوت، شبكه جامده جدا غير الشبكه اللي احنا شفناها في السوق المصري من فتره. كانت شبكه شكلها غريب جدا، كانت معرضه ان هي تكسر الفيبر ده من المكان ده كده. طبعا الشبكه دي توفرت معانا دلوقتي، الناس اللي طالبينها او الناس اللي عايزينها يكلموني، هيكون في حجز على الشبكه دي، ان الشبكه دي هتيجي بكميات قليله، كميات قليله جدا. الناس تعذرنا لان الشبكه دي مستورده مش مصري. شايفين انتوا اساسا، يعني شايفين شكل الشبكه عامل ازاي؟ شكل الشبكه ماشي مع المكنه بشكل في غايه الشياكه. الشبكه دي افضل من الشبكه المصري. الشبكه المصري لو قدامك ما تجيبهاش لو بلاش، لان الشبكه المصري انت لو ضغطت ضغطتين اتنين نوت مكان ما انا ضغط هنا كده، شايفين انا بضغط على المكنه جامد ازاي؟ ما بتتهزش. لو انت الشبكه المصري ضغطت عليها ضغطتين اتنين هتقصر لك الفيبر ده، غير ان الشبكه المصري بتبدا من هنا كده. طبعا مفيش حمايه للفانوس الخلفي ولا الداير الخلفي. الشبكه دي شبكه محترمه جدا، سعرها هيكون سعر مفاجاه لاول ناس هتحجز. الشبكة دي جاية مخصوص، يعني جاية كمية محدودة. اتمنى ان احنا بنفيد الناس، بنحاول ان احنا نفيد الناس، وشكرا. وحابب برضو اعرف الناس حاجة قبل ما اقفل الفيديو. الشبكة دي عالية عن الداير الخلفي، شايفين اعلى من الداير الخلفي، صوابعي تحت الشلتة، تحت الشبكة عفوا، يعني عالية وامان على الفانوس وعلى الداير الخلفي. اتمنى من الناس تدعمنا بالاشتراك في القناة واللايكات والتعليقات اهم شيء، وشكرا.